اخواتي الثلاثه رحمهم الله كان عندهم المرض. مرض التليف الكيسي يمكن احيانا بيبقى اخطر من السرطان. محدش طلع علاج، يعني انت موجود يبقى انت ليك لازمه، بس مش صحتك هي اللي هتديك لازمه. حياتنا كلها لطف. اي حد بيقول يا رب خلي لي امي وابويا، ساعات بقول يا رب خليني يا رب خليني ليهم واقدر اعمل حاجه تساعدهم. انا عندي سيستيك فايبروسيس او التليف الكيسي، اتشخصت اول ما اتولدت، ودي حاجه يعني تعتبر نادره في مصر، يعني حاجه صعب التشخيص اول ما حد يتولد، بس ده كان بقدر ربنا برضو، لان كان عندي اخواتي الثلاثه رحمهم الله كان عندهم المرض وانا صغيره، فطبعا كان مشكوك ان انا ممكن يبقى عندي التليف الكيسي. انا مش بتكلم بس في الرئه، انا بتكلم في تاثير على الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، المعده والامعاء والكبد والبنكرياس، كل ده بيتاثر بالتليف الكيسي. هو مرض وراثي متنحي زي ما بيقولوا، بيجي من خلال ان الام تحمل الصفه والاب يحمل الصفه الوراثيه او الطفره، وبيبدا بقى يظهر في الابناء. نسبه ان الطفل ممكن يبقى مريض هي نسبه 25% بس، ولكن سبحان الله من قدر ربنا احنا الاربعه كنا مرضى. عمر الكبير هو اول واحد اتولد، والمرض ملوش اي وجود في مصر، يعني هو لما اتولد محدش كان عارف عنده ايه، بعد سنه بالظبط توفى. نورة توفت 16 سنة، وبعد كده إيهاب الأمور كانت اتطورت شوية، الحمد لله بدأ ياخد كريون، بدأ النمو يحصل. الرئة كانت تمام وكده لحد 21 سنة، توفى بالفشل الرئوي. هو المرض بره منتشر جدا، يعني أعداده لدرجة إن البيبي أول ما يتولد لازم يعملوا تيست للسيستيك فيبروسيس من كتر ما هو متورث. عندنا هنا في مصر هو المرض مش معروف خالص، يمكن عشان مفيش وعي كافي بالمرض. يعني ممكن يبقى في اطفال دلوقتي بيموتوا واحنا ما نعرفش ان عندهم سيستيك فيبروسيس. فانا بعمل 10 جلسات بخار في اليوم عشان احافظ ان الرئه ما تتقفلش او ما يجيليش زي خنقه او كده، حاجات اللي هي اثناء اليوم. يعني اما بروح الجامعه هو في البدايه الموضوع بيبقى غريب بقى، ان انا ايه ده، دي حاطه ايه ده، بص ايه ده، مش معروف برضو، يعني حاجه غريبه ان احنا نشوف حد حاطط جهاز اكسجين. يعني مش شرط عشان انا مثلا تعبان او كده يبقى انا خلاص الحياه وقفت، او مثلا قانون السعاده وان انا اعيش حياتي ان انا ابقى سليم وصحيح. لا، يعني في ناس كتير سلام، انا وجهه نظري انا مش شايفه ان هم اسعد حاجه، يعني مش شايفه ان صحتهم دي هي اللي خلتهم ناجحين وابطال وعملوا كذا وكذا، لا بالعكس. انا شايفه لما في شويه معاناه، وكل ما زادت المعاناه يبدا ان انت تحسي ان انت عايز تعملي حاجه، يعني احنا مش جايين نعاني ونمشي. هو مرض خطر، هو مرض يعني ممكن يودي الى الوفاه وكده، بس يعني انت موجود يبقى انت ليك لازمه، بس مش صحتك هي اللي هتديك لازمه. فانا قررت ان انا عايزه انقذ اطفال تانية، مش عايزه المعاناه دي هما يمروا بيها. وحتى يعني حتى لو في شويه معاناه في معاناه ماديه بسبب العلاج الكتير وكده، على الاقل المعاناه النفسيه ارفع شويه من العبء عليهم من خلال المساهمه الماديه. تمام. فانا كلمت الدكتوره منار، مسؤوله التعامل الخيري يعني كبير، اقترحت عليها لو ينفع نخصص جزء من تبرعاتنا في العمل الخيري ده يروح للاطفال اللي عندهم علاج كتير مش قادرين مثلا يغطوا عليه، ان احنا نبدا نعمل لهم حفلات، نعمل لهم العاب، يبدا الطفل يحس ان مش انا بس العيان. امريكا بدات تطلع دواء، مش هنقول علاج قوي، بس هو الميزه فيه ان هو بيشتغل على الجين نفسه، دي حاجه تعتبر يعني جامده جدا، ان هو بيبدا يحسن كفاءه الجين، فيبدا يشتغل بقى على كل المخاط اللي في الجسم ما يبقاش سميك. لكن هو الدواء ده الامل اللي كل الاباء يعني مستنيين ان هو يجي مصر ويتصرح وكده. هو الدواء ده غالي جدا، ولازم لو دخل هيبقى الدوله هي المسؤوله عنه. يعني
بالنسبه لبابا وماما يعني، يعني انا مش عايزه اقول الحياه كانت غريبه جدا، يعني اي حد بيشوف المشهد من بره بيشوفوا ايه ده، انتوا مكملين ازاي يعني، انتوا عايشين، طب انت كويس، طب ايه ثلاث اولاد، وربنا سبحانه وتعالى يعني عمره ما بيجيب لنا اي ابتلاء غير بيجيب لنا معاه لطف، حياتنا كلها لطف، وحياه اي مريض يعني الله سبحانه وتعالى بيديله معيه انت ما تبقيش عارفه منين. لكن بايولوجيك لا، هو انا يعني انا شايفه ان هم يعني ماي هيروز يعني بس، وانا يعني الحياه بدعي لهم، ودايما تحسي اللي هو ايه يعني اي حد بيقول يا رب خلي لي امي، وانا ساعات بقول يا رب خليني يا رب خليني ليهم واقدر اعمل حاجه تساعدهم. ممكن اكون مش بعرف اساعد قوي، او انا اللي بتساعد يعني، بس على الاقل نفسيا يعني مش ببقى حابه احط عليهم لود، حتى لو انا نفسيا يعني اوقات طبعا الواحد نفسيا مش بيبقى يعني مش دايما عنده بوزيتيف انرجي بقى وكده، لا يعني اوقات الواحد نفسيا وقت التعب وكده بيبقى خلاص وكده، بس انا ببقى حاسه لا هم كفايه ان هم مكملين، وكل اب وام عندهم سيستك فيبروسس في بيتهم هم ابطال.